لا تكاد تخلو حضارة من الحضارات على مر العصور من الأبنية والمعالم الهندسية التي تعبر عن المستوى الفني والتقني الذي وصل له مبدعوها. في العصر الحالي ساعد التقدم التكنولوجي على تشييد معالم هندسية لا تقل في عظمتها عن العجائب المعمارية القديمة كناطحات السحاب والبنى التحتية العملاقة. نستعرض معا 10 من أروع الأبنية الهندسية في العالم. جسر أكاشي كايكو في اليابان، المعروف أيضا بجسر اللؤلؤ، وهو أطول جسر معلق في العالم وكذلك أكبر جسر معتمد على الكابلات في العالم، ويتميز بعدم وجود أعمدة داعمة له. يبلغ طوله نحو 1991 مترا، وقد تم الانتهاء من بنائه عام 1998، وهو يربط مدينة كوبي بالبر الرئيسي لجزيرة أواجي اليابانية. سفينة جورج بوش الأب بالولايات المتحدة الأمريكية. بدأ بناء هذه السفينة عام 2001 واكتمل بناؤها عام 2009 بتكلفة 2.6 مليار دولار، ويبلغ طولها نحو 1092 قدما وتزن أكثر من 100,000 طن، مما يجعلها واحدة من أكبر السفن الحربية في العالم، وهي مجهزة بأحدث الأدوات والتكنولوجيا التي لم تستخدم في السفن من قبل، وتعمل بالطاقة النووية من خلال مفاعلين نوويين على متنها. يقال أنه من الممكن أن تعمل عامين كاملين من دون التزود بالوقود، وكما هو موضح من اسمها فإنها تحمل اسم الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش. الأسد الوطني عش الطائر بالصين. الأسد الشهير يقاوم زلزالا بقوة 8 ريختر ومساحته 2850 ألف متر، ويتسع ل 91 ألف مشجع، ويمثل عش الطائر تحفة معمارية، فقد تم تصنيفه على أنه أحد أهم معالم الصين الحديثة وأكبر هيكل صلب في العالم. هذا الهيكل المدهش يبدو أكثر إبهارا كعمل فني من كونه ملعبا أولمبيا، وقد سمي بهذا الاسم لأنه يشبه إلى حد كبير عش الطائر من حيث تشابك الخطوط الحديدية التي تم نسجها وتثبيتها بشكل جمالي لافت. مصعد بايلونغ بالصين. هو أعلى وأثقل المصاعد في الهواء الطلق في العالم، وهو مصعد زجاجي بني على جانب منحدر ضخم في منطقة وولينغيان في الصين بارتفاع قدره 330 مترا، وهو معروف أيضا بمصعد المئة تنين. وركوب المصعد يمثل نزهة تستغرق دقيقتين كاملتين، ويمكن أن يحمل 50 شخصا في الرحلة الواحدة، بما مجموعه 18,000 شخص يوميا، وقد استغرق بناؤه 3 سنوات. جزر النخيل بالإمارات العربية المتحدة. تعتبر أكبر الجزر الثلاث التي تمثلها هي أكبر الجزر الصناعية في العالم، لتشكل شكل نخلة تتألف من ساق وتاج ذو 17 ورقة، وتحيطها جزيرة هلالية الشكل تعمل كحاجز للماء إجمالا. وتحتوي الجزيرة على أكثر من 60 فندق مزخرف، و4,000 فيلا سكنية، و1,000 منزل مائي، و5,000 شقة على حدود الشاطئ، وحدائق للألعاب المائية، ومطاعم ومراكز للتسوق، وصالات رياضية ودور للسينما، ومواقع متنوعة للغوص. محطة الفضاء الدولية. شارك في بنائها العديد من الشركات الهندسية حول العالم، ووصل عدد العاملين على المشروع لأكثر من 100,000 شخص قضوا معظم وقتهم في الفضاء. وتصل مساحة المشروع إلى 43,000 متر مكعب، وسيكون بمقدور 90% من سكان الأرض رؤية المحطة بالعين المجردة عندما يتم الانتهاء منها. مكتبة كنساس العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. بنيت هذه المكتبة عام 2004 في مدينة كنساس الأمريكية، وصممت بطريقة فريدة وجميلة لجذب الناس للقراءة. فجدارها الخارجي والذي يمثل مرآب السيارات مكون من 22 كتاب قديم، فقد طلب المعماريون من سكان المدينة أن يختاروا أكثر الكتب تأثيرا بالنسبة لهم، ثم قاموا ببناء المكتبة من هذه الكتب التي اختارها الناس. وتحتوي المكتبة على أكثر من 2.5 مليون كتاب وأقراص مرنة وملفات مسموعة ومرئية. مركز العدل المدني بالمملكة المتحدة. أكبر مبنى مصنوع من الزجاج في العالم،
حيث تم استخدام أكثر من 11 ألف متر من الزجاج في بناء الواجهة الرئيسية للمبنى الذي يقع في مدينة مانشستر بإنجلترا. وعلى الرغم من أن المبنى إنجليزي، إلا أن المهندس الذي قام ببنائه أسترالي يدعى دينتون كروكل مارشال. المدن الخضراء العائمة. من العجائب المدهشة فكرة إنشاء العديد من الجزر العائمة وإقامة مدينة صديقة للبيئة بها، وتهدف أيضا إلى معالجة مشاكل الإسكان، وهي مدينة مكتفية ذاتيا تهدف إلى توفير المأوى للسكان مع تغير المناخ في المستقبل، وكل واحدة من هذه المدن العائمة بإمكانه استيعاب أكثر من 50,000 شخص. برج خليفة بالإمارات العربية المتحدة. أطول بناء في العالم حاليا ومن المعالم الحضارية الأكثر شهرة في العالم. بدأ بناء البرج عام 2004 وتم افتتاحه رسميا عام 2010، ويصل طوله إلى 828 مترا ومكون من 180 طابق، وقدر وزن الخرسانة المستخدمة في بناء البرج ب 100,000 فيل. ويعتبر برج خليفة أكبر مدينة عمودية في العالم، حيث يتواجد به 10,000 شخص بأي وقت من اليوم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.